Takk fyrir að hlusta. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم أنا وبيتي أما أنا وبيتي فنعبد الرب في الحقيقة إحنا مخصصين حلقات دي لمجموعة حلقات جديدة بعنوان لماذا أنا أرثوذكسي اسمحوا لي إن أنا أرحب بضيفنا العزيز والغالي على قلوبنا جدا نيافتة الحبر الجليل الأمبر فايل سكرتير المجمع المقدس واسقف كنائس وسط القاهره واسقفيه الشباب أهلا, اهلا بيك يا اهلا بيك يا جين منور امريكا ويعني فرحانين جدا جدا بوجود نيافتك معانا سيدنا زي ما كنت بقول في المقدمه احنا موضوع حلقتنا عن لماذا انا ارثوذكسي واجمل حاجه ان احنا نتكلم في الموضوع ده مع نيافتك يعني لان يعني عارفه قد ايه الموضوع ده مهم بالنسبه لنيافتك سيدنا كتير من الناس بتفهم الارثوذكسيه غلط في بعض الناس بيعتقد انها مجرد عقيده وفي ناس تانية بتشوفها طايفه وخلاص وفي ناس تانية بتشوفها ان هي عوده الى الوراء ورجعيه وحاجه قديمه كده موضه قديمه وقليلون جدا اللي عارفين ان الارثوذكسيه دي هي الطريق الوحيد السليم والمستقيم للخلاص المسيحي طبعا لو جاوبت سؤال لماذا انا ارثوذكسي اكتر اجابه ساذجه واكتر اجابه ضعيفه ممكن نكون بنسمعها عشان انا اتولدت كده وان كان الظروف خدمتنا فعلا ان احنا نتولد ارثوذكس ويبقى حظنا حلو قوي كده عايزين نفهم من يافتك النهارده بمنتهى البساطه لماذا انا ارثوذكسي وطبعا المفاهيم الغلط اللي استعرضتها حضرتك غلطتنا احنا احنا الغلطانين لما بنصدر الصوره للناس ان الارثوذكسيه هي التمسك الاعمى او هي العوده الى الوراء بدون فهم أو إن احنا ناس بنحافظ على تراث مجرد إن احنا حافظ التراث وإن احنا بنمارس عبادات غير مفهومة وإن احنا بنتمسك بأمور غير لازمة للخلاص طبعا كل المفاهيم دي أرجو إن هي تتصحح في أذهان الناس ودي مسؤولية الكنيسة وخدمتها لما بتشرح الإيمان وبتشرح أهمية التمسك بكل بند في بنود العقيدة المسيحية الأرثوذكسية وأنا أشكرك وأشكر قناة لوغوس إن هم بيعملوا برنامج بيهتم بتوضيح الصورة دي للناس في الحقيقة سيدنا احنا بدأنا النهاردة مع نيافتك ويعني بنعمة ربنا نتمنى إن كل فترة نكملها مع نيافتك يعني بإذن الله بإذن ربنا الارثوذكسيه هي استقامه الحياه يعني كلمه ارثو معناها مستقيم وممكن يكون كمان كلمه ذقصه يعني مجد فقد يكون الارثوذكسيه يعني مدموجه كلمتين في بعض معناها المجد اللي فيه استقامه ونمجد الله باستقامه الايمان واستقامه الحياه نفسها استقامة الحياة مش معناها إن أنا ما أغلطش، لأن الكتاب المقدس بيعلمنا إن احنا دايما نعترف بإن احنا خطاه، إن قلنا إننا لسنا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، فإحنا لازم دايما نقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. اعترفنا بخطايانا مش بس بمعنى ان انا اقعد مع ابونا اعترف له ولكن عموما اكون انا في حاله احساس ان انا انسان ضعيف وخاطي وجاي ربنا في كل يوم يبررني فدي نسميها استقامه الحياه ومع التوبه المتكرره دي يسعى الانسان ان هو يمشي تبقى سلوكياته و معايير حياته ماشي حسب الإنجيل وهنا عايز أقول أن كلمة قانون الإيمان اللي هو قانون الإيمان الأرثوذكس كلمة قانون ما بتتقالش زي كلمة لو بالإنجليزي اللي هي ال اي دبليو لكن بيتقال كريد سي ار اي اي دي كلمة قانون للإيمان من أيام أبائنا الرسل لم قوانين للإيمان معناها زي المسطرة المسطرة بتحكم إذا كان الخط مستقيم ولا معوج ولا مائل فأنا جايز عفويا بعمل خط كده يبدو للناظر أنه مستقيم فبجيب المسطرة أحطه قال إيه لا مش مستقيم فقانون الإيمان معناها كده ان انا ايماني مستقيم مظبوط ولا في انحرافات وفي نفس الوقت برضو بركز النهارده على ان مش بس الايمان ولكن الحياه نفسها هل هي مستقيمه ولا لا طبعا اذا وجد عوجاج في الايمان نصلحه واذا وجد اعوجاج في الحياه نصلحه يعني الواحد الدنيا بسيطه ما هياش الارثوذكسيه هي التعقيد اللي يخلي الواحد ماشي يبص وراه لكن هي الفكره انا شايف ان انا غلطان ارجع اتوب شايف الحته اللي انا قلتها دي طلعت غلط وحد قال لي على فكره التعليم ده مش مظبوط خلاص انا هرجع أرجع نفسي واصلح مفاهيم ولذلك في الفكر الارثوذكسي لا يعتبر الانسان الذي يخطئ في التعليم هرطوقيا الا في حاله واحده بس اذا اصر على رايه يعني قد يكون الانسان هفوه لسان حصلت او مفهوم هو فكر فيه وشرحه للناس بس مش مظبوط فجي حد بيراجع وقال له على فكرة دي مش مظبوطة ده الأباء قالوا عكس كده فيقول طب أنا آسف أنا هشوف أنا قلت إيه طب علمني مم. طب وريني الاباء قالوا ايه بالظبط هات لي نص كده اتفرج عليها اشوف لما اقرا واقول فعلا انا غلطت والاكسبريشن ده الاباء ما رضيوش بيه خلاص انا مش هستخدمه مم. خلاص يا دار ما دخلك شر لكن لما اكون في عنده وفي كبرياء وفي احساس ان انا ما يراجعني في الدنيا دي انا انا الكبير دخلنا في باب الهرطقه ولذلك هتلاحظي ايه؟ في التاريخ القديم لما كان واحد بيغلط كانوا بيعملوا له مجمع، كلمة مجمع مش معناها محاكمة. مجمع معناها مناقشة. حوار. حتى دي اتفهمت غلط برضه. اه. مجمع معناها بنعمل حوار. أنت قول لنا إيه وجهة نظرك؟ والآباء الموجودين يناقشوا في هذه الوجهة، جايز يكون هو قاصد حاجة صح بس خانوا التعبير. او قد يكون هو مش فاهم فلما يشرحوا له يفهم يعني مثلا في العهد القديم حصل حاجة لما شعب الله تملكوا الارض كان في منهم ستين ونص شرق الاردن وبقية الاسباط غرب الاردن فالناس اللي شرق الاردن عملوا مذبح ضخم كبير فالغرب الاردن خافوا ان الشعب ده يعبدوا اله غير الهنا ازاي تبنوا مسبح فبعتوا لهم زي مناديب وكانوا جاهزين هيحاربوهم يموتوهم اذا كنتوا تعبدوا اله غير الهنا احنا هنحاربكم ازاي تبنوا مذبح واحنا عندنا مذبح واحد للرب في ارض المقدسه وقالوا لهم لو كانت الارض اللي انتوا عايشين فيها دي نجسه وتخليكم تعبدوا الهه اخرى تيجوا تسكنوا معانا فهم قالوا لهم ما حصلش احنا ما فكرناش بالطريقه دي احنا فكرنا بطريقه ان بعد كده في الزمن اللي جاي اولادكم يقولوا لاولادنا انتم مالكم مال الهنا ده انتوا في ارض غريبه فيبعدوهم عن عباده الاله الحقيقي فاحنا بنينا هذا المذبح كنوع من الرمز ان احنا تابع شعب الله وسموا المذبح ده عيد كلمه عيد هنا في العبري بمعنى تذكار فارتخت ارواحهم يعني قالوا طب كويس احنا فكرنا غلط ان انتم كنتوا ناويين تنحرفوا عن عبادة الاله ورجعوا ردوا الخبر ده عند شعب الله فاستراحت نفوسهم فما فيش مانع ان واحد بيقول حاجة غلط لما نيجي نقول له يا ابونا فلان او يا اخ فلان الكلام ده مش مظبوط يقول انا ما كانش قصدي وما قصدك ايه كذا 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 طب اوكي يبقى انت صح بس لو سمحت التعبير ده <تصفيق> <تصفيق> آه الناس تفهمه أه غلط فبلاش تستخدمه مم. حتى لو كنت بتستخدمه بنيه حسنه أيوه. فالمجامع معناها الحوار مم. ولذلك ما كانش مثلا تبقى جلسه واحده وتنتهي ياخدوا حقه لكن كان ممكن المجمع يستمر 10 15 يوم شهر شهرين والحكايه دي مثبوته تاريخيا لان في مداولات المجامع مكتوبه ومتسجله ومحفوظه موجودة. الدارسين النهارده ممكن يرجع في مجمع خلق الدنيا قالوا إيه، في مجمع أفسس قالوا إيه، ومين اللي اتكلم ومين اللي رد عليه. فكان حوار راقي جدًا. في الآخر الهرطوقي إذا سمع الكلام وتاب وقال, وقال خلاص أنا متأسف إذا كنت كلكم بتقولوا حاجة وأنا عكسها يبقى أكيد أنتوا صح وأنا غلطان. يبقى خلصت القصة ويرجع معاه. نكون ساهمنا إن احنا رجعنا للإيمان الصحيح. بالظبط. بالظبط كده. لكن لو أصر على رأيه يبقى مجمع فيه 318 أسقف قديس من بتوع الوقت ده يعني. أي. وكان كتير منهم معترفين يعني كانوا دخلوا السجون من أجل الإيمان وخرجهم الملك قسطنطين يعني قديسين قديسين وبيقولوا لأريوس أنت غلطان وهو مصر إن هو صح وكل الناس دي غلط 318 أسقف. كان بقى لا يعني نقعد في مجمع م. طويل عريض بنتكلم وناخد وندي ونشرح ونتجادل وفي الاخر انت اللي في دماغك في دماغك طيب. يحكم عليه المجمع بالحرمان وبالحرمان هنا خلي بالكم ما هوش عندنا نظام ان اللي يخلفنا في الايمان نقتله ما يتقتلش طيب. ما عندناش حكايه دي لان احنا كلمه حرمان معناها اخرج بره الكنيسه علشان ما تنشرش تعاليمك الخاطئه جوه الكنيسه وعشان الناس يفهموا يفهموا ان ايمانك مش مقبول فما حدش يتخدع فيك لكن بره الكنيسه ممكن يعمل لنفسه طيف وما حدش يمنعه انت حر بس الناس تبقى فاهمه بقى فاهمه ان الكنيسه مش موافقه على هذا الرجل وتعليمه وبعدين الباب مفتوح يعني لو في يوم من الايام قال يا جماعه انا ندمان على اللي عملته ونفسي ارجع يتعمل مجمع تاني ويتفحص هو فعلا رجع عن, عن الخاطئ ويرد للكنيسه يعني حكاية في منتهى ال الاتساع والبساطه يعني على عكس ما الناس بتعتقد عن الناس يعني. وعلى فكره بالمناسبه اول مجمع عقد في تاريخ المسيحيه ذكر فيه سفر اعمال الرسل اذا الفكره ما هيش اختراع من الكنيسه دي موجوده بالروح القدس في الأسفار المقدس كان مجمع في مدينة أورشليم بسبب اختلاف وجهات النظر حوالين موضوع التهود ناس بتقول لازم الإنسان المسيحي يلتزم بالناموس اليهودي في التطهيرات والغسلات وأنواع الأكل وغيره وناس تانية بتقول لا ما يلتزمش <applause> ناس تقول الأممي اللي هو الوثني اللي عايز يبقى مسيحي لازم يعدي على مرحلة اليهودية ويلتزم بيها واحد تاني يقول لا احنا وما المسيح جه ليه نتهود ليه الوثني يبقى مسيحي بالمعمودية والإيمان وخلاص يعيش حياته كمسيحي ملوش دعوة بالالتزامات اليهودية الطقسية وكل وجهه نظر لها يعني براهينها واثباتاتها واسبابها. واحنا فاتحين باب المناقشه. فلما بقى في اكثر من وجهه نظر كان الحل ان نجتمع ونتفق. فاجتمع الرسل في مدينه اورشليم وكان رئيس هذا المجمع القديس يعقوب بصفته اسقف اورشليم وكان حاضر بطرس وبولس وبقيه الرسل. وتناقشوا الحوار بتاعهم متسجل في سفر الاعمال بطريقه مختصره ولما كل اعرض وجهه نظره وقف يعقوب واخذ الكونكلوجن في الاخر خلاصة وبعدين كتبوا قرارات قالوا لقد راى الروح القدس ونحن كتبوا القرارات وانتدبوا ناس من الحاضرين ان هم ياخدوا القرارات دي مكتوبه وينزلوا للكنائس المحليه ما كانش طبعا في وسائل اعلام يقولوا لهم احنا اتفقنا على راي واحد براي واحد التزموا بعد كده فالطريقه دي حضاريه جدا ان احنا في الاختلافات ما نشتمش بعض الاف السنين يعني وده في الجيل الاول الميلادي قبل ما يكون في ديمقراطيه وقبل ما يكون في حوارات الكنيسه مشيت بهذا المنهج و... يعني حطوها كأساس إن أنا ما ينفعش تعدد الأفكار في الإيمان الواحد لازم نكون كلنا فكر واحد طيب لما يكون عندنا أفكار متعددة نقعد نتفاهم ونخرج بقرار ونلتزم به بعد ما اتفقنا مم. اللي بيبقى ماشي بعد كده بعد ما خدنا القرار لسه عنده الأفكار الغلط مم. الكنيسة تبتدي تقومه بدليل إيه بعد ما انتهى مجمع أورشليم لسه في ناس مقتنعة بفكرة التهود ومش مقتنعة بقرار المجمع فبولس الرسول كتب في رسائله كثيرا من الكلام اللي بيع... بيحارب بيه فكرة التهود زي رسالة غلطي على سبيل المثال فالطريقة الأرثوذكسية هي الحوار والاقتناع مش مش العافية و الناس فاكره كلمه مجمع معناها هتقول هنطخ بالنار ما حصلش. بالظبط كده يا سيدنا. سيدنا هنقل مع يافتك لايه الايه في رؤيا ثلاثه العدد 11 هأ انا اتي سريعا تمسك بما عندك الا ياخذ احد اكليلك. بعض مننا بيسال نفسه طب ما كل كنيسه هتخاف من التحذير ده ولازم تتمسك بما عندها. طبعا كل واحد من حقه يقول ان كنيستي فيها الايمان المستقيم وان كنيستي انا لازم اتمسك بما عندي علشان الكتاب المقدس قال لي كده وان الكنيسه الاخرى انحرفت واحنا نفسنا كاقباط ارثوذكس متهمين من كنائس اخرى يقولوها علانيه او كتابه او طريقه مداريه بتتقال ان احنا انحرفنا الى الوثنيه يعني يقول انت عندك مسبح بتسجد قدامه تبقى انت وثني عندك قربانه الفران بيعجنها وبيخبزها في الفرن وتقول دي الهي وتسجد له يبقى انت وثني بتبخر للصور يبقى انت وثني فاحنا متهمين ان احنا وثنيين او انحرفنا في الايمان الحكم اللي المفروض نفكر فيه بطريقه معتدله وعادله ومنطقيه هي الاجيال الاولى عاشوا ازاي ليست المسيحيه اختراع وليست اكتشافات ولا نتيجه اجتهاد انسان مش مش مفروض ان واحد يقعد يدخل كده اوضته ويقفل الباب ويشرب كوبايه شاي تقيله ويقعد يفكر يطلع لنا عقيده المسيحيه هي اعلان الهي الاعلان الالهي طبعا بدا منذ ادم الله لما تكلم مع ادم لكن اكتمل الاعلان الالهي في قمته في تجسد الابن الوحيد الجنس ربنا يسوع المسيح فده اعلن لنا الاب واعلن لنا الروح القدس واعطانا الايمان بتاعنا والاعلان الالهي ذات نفس السيد المسيح قال ايه أيها الآب أشكرك لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار، بمعنى إن الإنسان الحكيم والفهيم في عين نفسه هي مش, مش هيوصل للإيمان بذكائه هيوصل للهرطقة، لكن الإنسان اللي زي الطفل يسمع ويتعلم ويقبل هيعلن له في قلبه الإيمان المستقيم حسب ما ربنا عايز. احنا عندنا اربع قرون ونص او خمسة قرون كانت الكنيسة ما فيهاش انقسامات كلها كنيسة واحدة في العالم كله وكان ليها اربع مراكز رئيسية لازم الناس تبقى عارفة المركز الاول تاريخيا كان اورشليم نمرة اتنين على طول انطاكيا اللي هي سوريا اللي هي لما التلاميذ تشتتوا بسبب الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس سافروا لناحية السامرة السامرة دي عاصمتها دمشق المركز الثالث كان إسكندرية والرابع روما فدول كانوا أربع مراكز كبيرة للإيمان المسيحي أورشليم أورشليم أسكندرية روما في القرن الخامس الميلادي لما جه قسطنطين اسس القسطنطينيه اللي هي حاليا اسطنبول بقت عاصمه ال الامبراطوريه الشرقيه وروما عاصمه الامبراطوريه الغربيه فاعتبروها مركز خامس فعندنا خمس مراكز في القرون الاولى مهمين جدا للايمان المسيحي الخمس مراكز دول كل مركز بيرأسه بطرك او رئيس اساقفه ده البدايات أو على الأقل في أول يوم كان في أسقف في كل مركز من دول. طبعًا لما الإيمان انتشر بقى كل أسقف بتاع اسكندرية بتاع روما بتاع أنطاكيا أورشليم وقسطنطينية بقى معاه أساقفة تانيين فبقى هو رئيس أساقفة. أسقف الإسكندرية رئيس أساقفة القرازة المرؤوسية أسقف روما اللي هو بابا روما رئيس أساقفة القرازة اللي هي بتاعة بولس وبطرس وهكذا. المراكز دي كانت كلها متحدة في إيمان واحد. كلنا مع بعض إيمان واحد. وكانوا يجتمعوا أو يتبادلوا الرسائل الإيمانية بروح المحبة الأخوية. فيش حد كبير وحد صغير، كلهم كان إخوة. وده اللي حصل مثلا في مجمع نقيا إن اجتمع العالم المسيحي كله حوالين إيمان واحد. 318 أسقف من المنطقة دي كان الإيمان محصور في منطقة الشرق الأوسط دي ومعاهم روما يعني ما كانش لسه انتشر في, في العالم كله العالم كله ما كانش لسه معروف يعني مم. مم. تقريبا يعني مم. عشان ما يبقاش الكلام فيه مبالغه ف 318 اسقف من المنطقه دي كلهم بايمان واحد كمان عدد كبير جدا كلهم بايمان واحد ظل هذا الامر لغايه مجمع خلق دنيا سنة 451 لما حصل الانشقاق بين الشرق والغرب. سموه الانشقاق العظيم يعني. وبقى في مجموعة كده ومجموعة كده، بغض النظر بقى مين صح من غلط، لكن على الأقل أنا عندي لغاية سنة 450 في إيمان واحد مشترك. والإيمان ده متسجل في كتابات الآباء. ومحقق علميا يعني في علماء منهم علماء لا دينيين يعني مش مسيحيين ومنهم علماء مش ارثوذكس عشان ما يبقاش احنا كمان بنشهد لانفسنا حققوا المخطوطات وقالوا ايوه دي كتبها اثناسيوس دي بتاعت غرغوريوس النزيانزي دي بتاعت باسيليوس اسقف كبدوكيه وهكذا في عندنا عدد ضخم وكميه ممكن الواحد يقضي عمره ما يلحقش يقراها كلها م. من كتابات الاباء في القرون الاولى تبقى دي المرجع تعالوا نتفق بالظبط تعالوا نتفق ما, ما عندنا دوكيمنتس بالظبط يعني انا النهارده بنختلف في كهنوت ولا فيش كهنوت نشوف في القرون الأولى عملوا ايه عشان نمشي نحاول نحاول نتفق يعني ما, ما لهاش حل غير كده بالزبط. ان انا ارجع للقرون الاولى قبل الانقسام عشان ما ابقاش انا منحاز لكنيستي صح كل واحد بيقول كنيست هي الصح، ايه الحكم؟ نشوف طب في العصور الأولى عملوا ايه؟ مكتوبة. ده أربع قرون زي ما بتقول يعني. بصي مثلاً موضوع الكهنوت، ده موضوع مهم لأن في كناس بتقول ما فيش حاجة اسمها كهنوت في المسيحية. أسأل نفسي وأسأل الكتب والدراسات والناس اللي بتدرس في القرون الأولى كان في كهنوت ولا ما فيش كهنوت؟ لو ما فيش كهنوت يبقى احنا غلطانين. من على الكهنوت ونبقى بمنتهى الشجاعة نقول احنا غلطنا على مدى قرون كثيرة نرجع للأصل لو في كهنوت يبقى ما فيش هناك أي سبب يدعو أن الناس تنكر هذا الكهنوت في حكم موجود صح. ربنا سمح أن في أربع قرون ونص إيمان مشترك للجميع يعني كنا متوحدين بالظبط نرجع لده مش هيحصل وحدة الا لما نرجع للقرون الاولى عندنا الاباء الرسل بعدها حقبه اسمها الاباء الرسوليين اللي هم تلاميذ للرسل اسامي منها زي بوليكاربوس واغناطيوس وهرميناس وبابياس وإيرينيوس اسامي رنانه جدا في تاريخ الكنيسه ولهم كتابات واخد بالك وبعد عصر الاباء الرسوليين دخلنا فيما قبل نقيه اللي هي انتي نايسين فادرز. عندنا عدد ضخم يعني في كتب مجلدات اسمها انتي نايسين فادرز. نرجع لها ونشوف هم كانوا بيصوموا ازاي؟ كانوا بيصلوا ازاي؟ هل كان عندهم قداس؟ هل كان عندهم ملابس كهنوت؟ هل كان عندهم جسد الرب ودمه حقيقه ولا ذكرى؟ هل كان عندهم كهنوت هل كان عندهم بخور هل كان عندهم ايقونات هل كان عندهم مسبح عندهم معمودية المعمودية بالتغطيس ولا بالرش ولا بالتنقيط ولا بالايه لما ارجع للاباء هقدر اقول ايوه انا ايماني مستقيم او ايماني منحرف في الحالة دي تمسك بما عندك هيبقى تمسكت بما عند الكنيسة منذ البداية لكن لما اجي اقطع التاريخ انسى الاربع قرون دول وابتدي من بعدين انت عارفه بقى اللي هم بيعكسونا في الايمان طيب. مش بيقطعوا الاربع قرون بس بيقطعوا 16 قرن من الزمان ويبداوا بدايه جديده في العصور الوسطى مش منطقي ده آه. يعني ازاي الغي 16 قرن وابدا ف... اعتبروا ان الكنيسه انحرفت في 16 قرن طب انا لو 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 هوافق على ان الكنيسه انحرفت سواء في الغرب او في الشرق خلاص يلا كلنا نرجع للقرون الاولى أنا مش عارف هل كلامي فيه منطق لا ولا لا منطق سيدنا بجد يعني بعيداً عن أي شيء أو تحيز بس هو واضح وبسيط سهل نرجع للقرون الأولى قبل قبل فيها انقسام الك اه بالظبط كده بالزبط. بالزبط. سيدنا معانا آخر سؤال قبل ما نختم مع نيافتك النهارده الحلقة آه مش طبعاً مش عايزة السؤال ده يبقى في فترة قليلة بس آه هنختم بيه آه ليه المنهج الأرثوذكسي أو الطريقة الأرثوذكسية بتطلع قديسين مختلفين عن عن كل القديسين في العالم حقيقي في قديسين في كل العالم والمسيح بيشهد يعني لينا بنماذج في كل بلدان العالم لكن احنا القديسين عندنا مختلفين خالص ليهم طبيعه مميزه كده هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي كل الكنائس فيها قديسين ونحترمهم ونجلهم طبعا. لكن فعلا في نكهه للاباء الارثوذكس سواء عندنا او في كنائس اخرى يعني عشان الناس تبقى عارفه احنا مش بنتكلم عن الاقباط لا لا عن الكنيسه الارثوذكسيه اللي موجوده في العالم كله يعني مظبوط كده فيمكن ال... ال... المنهج الارثوذكسي فيه التوازن ما بين الجهاد والنعمه فيه التوازن ما بين الايمان والاعمال مم. فيه ال... الحته الليتورجيه اللي هي تعبر عن الشركه مع الكنيسه مم. والترجيه في الكنيسه اللي هي صلواتنا العامه اللي بنصلي زي القداس والتسبحه والاجبيه والمناسبات الكنسيه مهمه جدا في بناء الروحانيه والشخصيه المسيحيه يعني القداس ده بيبنيني زمان احد القديسين قال ايه قال المسيحيون يقيمون الافخارستيا والافخارستيا تقيم المسيحيين الكنيسة بتعمل قداس والقداس بيعملها كنيسة بيخلي الكنيسة كنيسة فالليتورجية في الأرثوذكسية هي الأساس للبناء فبتخلي في بناء صح ماشي مظبوط ناس بتتبني على صخر وبتتبني على إيمان مظبوط الجهاد اللي الكنيسة الأرثوذكسية بتتبناه ليس تطرف جهاد زي البوذية وزي الهندوسية ولا هو إتكال على الذات و و وإحساس إن احنا بقوتنا وتقوانا صنعنا هذا ما حصلش وفي نفس الوقت النعمة اللي بنستند عليها في الأرزقسية مش بتلغي الدور الإنساني ولا فيها التواكل بسكرة. فبيطلع فيها التوازن اللي بيخلق نفسية قديس مجاهد مجاهد ومتضع لأنه متكل على النعمة بعكس واحد بيجاهد بدون نعمه وحاسس ان هو العمل دي بيبقى فيها بطولات ايوه واحد يتوكل على النعمه بدون جهاد فيطلع رخو واخد بالك الروحانيه الرخوه اللي هي بيعتمد على النعمه بدون جهاد بيطلع ما عندوش حته ان هو مستعد يستشهد ده هو حاسس ان كل حاجه بالنعمه ولذلك يستغرب اللي هو ليه ربنا سايب الكنيسه في ضيقات وليه بيضطهدونا لانه في الاصل في المنهج اللي تربى عليه ما تعلمش يحمل الصليب هو اتعلم ان المسيح هيدي لك مجد يسوع بيحبك والدنيا جميله مهما عملت برضو انت في الاخر هتروح بالضبط وحكايه كمان انت مش محتاج تصوم مش محتاج تعمل حاجه لان يسوع كمل كل حاجه طب انا اتربيت على ان انا بتهلل وبسقف وب وبتنطط وبفرح بيسوع لما يجي حد عايز يحملني صليب الاضطهاد مش هستحمله متربطش عليه عشان كده عندك مثلا في قسمه الصيام الكبير يقول لك الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دماءهم يعني المنهج الشديد ده بتاع الصيامات الكتيرة والتعب وفي نفس الوقت أنا عناية على المسيح اللي هو قاد موكب الصوم بيخليني أنا مستعد أموت وأنا عناية على المسيح اللي اتصلب وإحنا السنة دي بالذات ليلة بداية الصيام الكبير اتعرض الفيديو بتاع شهدائنا في ليبيا كان سبورتيف لكل الاقباط ان هم يصوموا حقيقي. من اول الصيام حاجه حقيقي غير جد يغير كل حاجه يعني مش كده حقيقي بجد العباره بتاعه الصوم والصلاه اللي عملوا بيهم الشهداء دي كانت متجليه قدامنا ولذلك الكنائس الارثوذكسيه في منطقتنا في الشرق خرجت كميه شهداء مهوله حدش هرب خالص حدش حتى هرب ولا واحد منهم ولا واحد ما هو ده اللي اتربى اللي اتربى في الجو الكنسي اللي فيه جهاد مع النعمه. لو الجهاد لوحده هيبقى نوع من التهور ان انا استشهد لان انا معتمد على ذاتي. منطقيا ما يمشيش كمان ان 21 واحد ما فيش حد فيهم ما يستسلم في الاخر. ما تمشيش يعني. بالظبط. فده المنهج اللي بيربي القديسين. وبعدين بعيدا عن التفسير اللي انا بقوله. آه إن المنتج ايه؟ يعني انا قدامي مصنعين. مصنع بيطلع منتج رائع جدا وكل الناس بتشهد له ومصنع مطلع منتج رخو جايز انا مش عارف افسر لكن انا هلجا للمصنع اللي مطلع لي منتج حلو صح. على مدى 2000 سنه مش على مدى صح. سنوات قليله يعني. صح. سيدنا الحبيب بن يفت الانبر الفقيل سكرتير المجمع المقدس وكنائس اسقف كنائس وسط القاهره اسقفيه الشباب بشكرك سيدنا جزيلا على وجودك معنا خدنا البركه سيدنا أيش. اعزائنا وحبانا مشاهدي قناه لوجوس بشكر حضراتكم على مع وجودكم معانا النهارده في حلقات لماذا انا ارثوذكسي ونشوف حضراتكم في الف خير الى اللقاء